La ilaha الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة بها نفسه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وارض اللهم عن آله وعن الصحابة والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعل بقوتك راية الحق والدين وانصر جندك الموحدين اللهم كن عونا لإخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين وفي جميع بلاد المسلمين ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم عليك بالصهاينة المعتدين ومن عاونهم اللهم عليك بصهاينة العرب ومن سالمهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم آمين ثم أما بعد معاشر المسلمين قبل أن نستكمل ما بدأناه في الأسرة المسلمة وجب علينا جميعاً أن نقول بقلوبنا قبل عقولنا وألسنتنا الحمد لله رب العالمين قولوا الحمد لله رب العالمين على نصره لإخواننا في غزة ونسأل الله أن يعجل بالنصر الشامل والكامل لأمة الإسلام والمسلمين انتصرت غزة لأنهم كانوا على قلب رجل واحد انتصرت غزة لأنهم ما عاشوا لزخارف الدنيا لا بيوت ولا خدمات إنما عاشوا للآخرة انتصرت غزة لأنهم جميعا لهم هدف واحد وهو الانتصار على شهواتهم وعلى شيطانهم ومن ثم على عدوهم انتصرت غزة يوم أن أصبح واحدهم جمعهم وجمعهم واحد فكلهم على قلب رجل واحد فجاء نصر الله وما استطاع الأنجاس أحفاد القردة والخنازير أن يصلوا إلى ما كانوا يريدون أن يحققونه معهم لماذا؟ لأنهم رجال لا يخترقون قلوبهم عمرت بالإيمان وامتلئت بطاعة الله سلوكهم كان اقتداء لرسول الله فما استطاع أحد من العملاء أن يغزوهم أما جموع الأمة كلها نعلم أن فيها بقية
بقية من إسلام، وإن كان في الحقيقة بقية ضعيفة، نرجو من الله أن يعيد المسلمين إلى الإسلام، وأن يصنع في أمة الإسلام ما صنعه في أهلنا في غزة، بأن يردهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وأن يعرفوا أن عدوهم الأوحد الأوحد هؤلاء الصهاينة المغتصبين، وأن يعرفوا أن قيمتهم وعزهم بأن ينصروا دينهم أولاً في أنفسهم، فإنهم هم حققوه في أنفسهم سهل عليهم أن ينصرهم ربنا سبحانه وتعالى بين الناس. ليس شباب مقاتلين وفقط، بل شباب مقاتلون ومن خلفهم أمهات صابرات وزوجات مقتديات بأمهات المؤمنين، بل وأطفال أطفال سبقوا كثيرا من الرجال في كل شيء، في صبرهم وثباتهم وعزهم وفهمهم لعمق قضية الإسلام في أرض المسلمين كلها لا في أرض غزة وحدها. فجاء نصر الله. هل سمعتم أطفال غزة وهم يتحدثون؟ هل سمعتم عن هذه المرأة العظيمة التي قدمت ابنتها زوجة لمحمد الضيف فلما توفاها الله، نسأل الله أن يتقبلها في الشهداء، قالت والله لو أن عندي 100 فتاة لزوجتهن جميعا لذلك الرجل حتى تأخذ أجر الجهاد مع ذلك القائد العظيم. أي نفوس هذه؟ ما الذي يحرك هذه القلوب؟ إنه الإيمان، إنه الإيمان، لأن الفكرة واضحة عندهم، الفكرة واضحة عندهم. هم ما يريدون دنيا، الدنيا أنتم تعرفونها، في كل عام يغزوهم الصهاينة ويضربونهم ويهدمون البيوت عليهم ومدارسهم ومساجدهم والخدمات وكل شيء، ولا يبقى إلا بعض الناس الذين أبقاهم الله على الحياة، لكنهم بقى عندهم الإرادة، وبقت عندهم نفحة الإيمان، وبقى عندهم الاتصال العلوي بالسماء. أما سمعتم قول أبو العبد إسماعيل هنية يوم أن حاصره ذلك المدعو ابن اليهودية لعنه الله وأغلق عليهم معبر رفح، قال وإن أغلقتموه فإن لنا معراجا آخرا تفتح له أبواب السماء، حتى ولو قدمنا أرواحنا فداء لديننا وأرضنا وعرضنا وشرفنا، بل هذا يكون نعمة من الله علينا أن أعطانا هذه النعمة. هؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ولقد سمعتم ما قاله ذلك الذي صرح، نسأل الله أن يثبته، قال الآن نستطيع أن نقول للصهاينة بأمر منا ليس لأحد أن يعودوا إلى بيوتهم التي احتلوها في أرضنا، ما يستطيع أن يعيشوا إلا كالجرذان، إن هؤلاء سرطان، والسرطان لا بقاء له في جسم الإنسان، إما أن يقتل الإنسان وإما أن يزيله الإنسان، لكننا ننظر هل يستطيع ذلك السرطان أن يقتل أمة الإسلام؟ بل ترجع للقرآن، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إليه ليظهره على الدين كله. ارجع للقرآن، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، هكذا قال ربنا، إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كان نصر من الله عظيم، لأنهم انتصروا بطاعتهم وقربهم وأخوتهم واجتماعهم على قيادة واحدة، لم يكونوا كلهم زعماء ولم يكونوا كلهم قادة، بل رحم الله رجلا كان في المقدمة فهو في سبيل الله، كان في الوسط في سبيل الله، كان في الساقة في سبيل الله. نحن لا نعمل عند بعضنا البعض، إنما نعمل عند الله، نرجو من الله أن يرضى عنا وأن يتقبلنا.
هذا هو هدفهم وهذه هي حياتهم، ونصر الله لا يتنزل إلا على أمثال هؤلاء. فلله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل قتلاهم شهداء، وأن يداوي جرحاهم، وأن ينصرهم، وأن يثبتهم، وأن يكونوا طرائع لفتح الأقصى عندما عجزت جموع المسلمين التي ضعف الإيمان في قلوبهم وركنوا واستكانوا إلى الحياة الدنيا. برغم أن الله قال في القرآن: ما لكم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم، وهل هناك عذاب مسلط على هذه الأمة أكثر من تشرذمها وضعفها؟ وهل هناك بلاء واقع على هذه الأمة في كل صباح دماء تراق في كل مكان على أمة الإسلام؟ بلاء عظيم، ولا يرفع البلاء إلا بالعودة والتوبة والرجوع إلى الله. لا ينزل البلاء إلا بدم، ولا يرفع إلا بتوبة يتبعها تربية على دين الله وعلى منهج رسول الله، عند ذلك يتحقق نصر الله. فلله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يسعد أمة الإسلام بالفرح الحقيقي، بالفرح الحقيقي. هم لم يفرحوا في رمضان ولم يفرحوا في العيد، وقال إسماعيل هنية حفظه الله، قال: آنى للذين لم يفرحوا بفرحة العيد أن يفرحوا بفرحة الإيه؟ النصر. بربك يعني تحب تفرح بالعيد والأمة مغزية؟ ولا ما يكونش عندك إلا ما يستر عورتك والأمة عزيزة؟ أيهما الفرح؟ العيد الحقيقي بنصر الله، العيد الحقيقي بعودة كرامة أمة الإسلام، العيد الحقيقي بعودة مجد الدين، العيد الحقيقي يوم أن يكون المسلم رجلا عزيزا لا يذل نفسه إلا للذي خلقه رب العباد. هذا هو العيد، هذا هو العيد الحقيقي. عيدنا ما كان في فتح، إنما عيدنا كان في نصر الله لإخواننا في غزة، ونسأل الله لهم الثبات، وأن يحقق على أيديهم الخير كله، وأن يردنا والمسلمين جميعا في بقاع الأرض من مشرقها إلى مغربها ردا جميلا، حتى ننصر الإسلام في نفوسنا ونكون أهلا لنصر الله الذي سيتنزل علينا عما قريب بإذن الله. قولوا أمين. غزة ومن بعدها الأسرة المسلمة، كنا نتكلم عنها في المرة الماضية، وتكلمنا عن الأب، وقلنا إن أفضل ما تستطيع أن تقدمه لأبنائك أن تربي نفسك، فإن ربيت نفسك على الإسلام فلا تخشى على أبنائك الضيعة، سواء أنت على قيد الحياة ولا توفاك الله. على قيد الحياة كان ابن مسعود يتعبد ويلتزم بالسنة ويقول: من أجلك يا ولدي أطيع ربي حتى لا يسوءني فيك. وأما إذا انتقل الإنسان إلى العالم الآخر، قال الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ماذا يفعلوا يا رب العباد؟ قال: فليتقوا الله، اطعمهم من حلال، عش على القرآن، اتبع منهج النبي العدنان، خالق الناس بخلق حسن، انقل متاعك في الدنيا إلى هناك، إلى الدار الآخرة التي فيها السعة. فالدنيا مهما وسعت فهي ضيقة، ومهما ملكت فيها فأنت راحل عنها، أما هناك فهي دار الخلود، دار السعادة الأبدية التي لا شقاء فيها. قال: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. من يتق الله يربي الله له أولادا، من يتق الله يحفظ الله عليه عرضه، من يتق الله ينصره الله، من يتق الله يوجد الله له سبحانه وتعالى أسباب الرزق وأسباب العز
وأسباب الفخار في الدنيا وفي الآخرة يوفقه الله إلى وصول الجنان من يتق الله. كان إبراهيم كذلك وأراد أن يتزوج، فتزوج امرأة الأولى كما تعرفون سارة عليها السلام، ثم جاءت من بعدها هاجر. بعضهم قالوا إنها كانت زوجة، وبعضهم قالوا أنها كانت خادمة، سواء هذا أو ذاك، هي فيها صفات للمرأة المسلمة، لأن علاقتنا بنبي الله إبراهيم علاقة لا تنقطع أبداً موصولة دائما. ألا ترى معي أنك في كل صلاة خمس مرات في اليوم وانت في التشهد تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على مين؟ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، موصولة دائمة لا تنقطع. يذكرنا الله بها في اليوم والليلة خمس مرات. ليه؟ لأنها أسرة عجيبة. هذه الأسرة هي التي تصبح للمسلمين، أو التي هي أصلاً للمسلمين قدوة طيبة لعلهم يتبعونها في كل حياتهم. كانت هذا مثالاً يحتذى في كل شيء، فاتصفت بصفات عجيبة، أولاها الطاعة الكاملة لزوجها. يوم أن أمره الله عز وجل أن ينقلها من أرض فلسطين إلى هناك حيث لا زرع ولا ماء ولا أنيس ولا جليس في أرض مكة المباركة في أم القرى، وذهبت هناك وتركها. كلنا يعرف أن هاجر أتت من بلاد مصر، كانت قبل ابن اليهودية السيسي الملعون، كانت قبل ذلك بلاد الحضارة، لكنهم جهلوهم وأخافوهم على مدار 60 سنة يجهلوا فيهم ويخوفوهم، حتى رأيتم ما ترونه الآن أمة أو شعب يجيد صناعة الفراعين وعبادة العجل، سواء بقى اسمه السيسي ولا سميه زي ما تسميه، اهو عجل وخلاص. عجل وخلاص، هم يجيدون ذلك. ليه؟ لانهم انحرفوا عن امرين، خافوا غير الله وبعدوا عن شريعه الله، فاصبحت الغالبيه اما خائفه من ضعف الايمان، واما جاهله بمعاني الدين والقران، فحدث معهم ما حدث. المرأة خرجت من أرض مصر، كانت قديمة بلاد التمدن والحضارة، وذهبت إلى بلاد الشام، نسأل الله أن يحررها جميعها، كل بلاد الشام في فلسطين، ثم انتقلت بعد ذلك إلى بلاد صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. يعني أنت كل ما تكبر مش بتحتاج ترتاح في حياتك، لما تكبر عايز تعمل لنفسك فلوس عشان تعرف تشتري لنفسك بيت، تشتري لنفسك سيارة، عشان لما تتعب يبقى الأمور عندك مهيئة، القوة التي ضعفت يكون قصرها، المال الذي يحميك من غوائل الحياة ومشكلاتها، المفترض كذلك. إنما تترك المدنية كلها وتذهب إلى تلك الصحراء الموحشة، تترك إلى ذلك. ليه؟ لأنها طاعة لله. هي ما كانت غيرة بين سارة وهاجر، هذا كلام يقوله النساء، حكاوي ست وستك يعني. يعني لو سمعت شيخ بيحكي الكلام ده قول له يا اخي اتق الله. سكت هاجر نفسها بتقول له ايه؟ بتقول له الله امرك بهذا، مش مراتك غرت مني شغل الحموات الفاتنات ده والافلام الهابطه، بتقول له الله امرك بهذا، ربنا اللي امرك. لاحظ هي غريق، ستترك وحدها في هذه البلاد، لكن الغريق لا يتعلق بغريق. ما قالت لإبراهيم خذني معك فأنا زوجتك وأنا الذي أعطيتك بأمر من الله نعمة الأبوة التي فقدتها منذ سنين طويلة، ما قالت ذلك وما منت عليه، وما كفرت له عشيرا. ما كفرت له عشيرا يعني إيه؟ يعني قالت لم تقل له إنني كنت معك امرأة صالحة ورزقني الله عز وجل الولد لك، كيف تتركني في هذه البلاد
أتتركني بعدما أخذت خيري؟ تتركني في هذه البلاد لهذه الأمور؟ ما قالت ذلك، ما قالت ذلك، إنما تعرف من الذي بيده الأمور كلها هو رب العباد. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال نعم، انظر إلى اليقين قبل الطاعة. ما هو لو في إيمان يبقى في طاعة، مش طاعة للزوج بس، طاعة للرب كمان، لأنها تعرف أن طاعة الزوج من طاعة الله. قالت إذن فلن يضيعنا الله. من يحتمي بالله، من يحتمي بالله يكون له نعم المولى ونعم النصير. من يعرف قدرة الله ويعرف أنه على كل شيء قدير ويلتزم بأمره، يتنزل عليه أسباب الفرج وأسباب الخير كله. فكانت كذلك. فهل كان المسلمون يأخذون الدرس نساء ورجالا من أمنا هاجر عليها السلام في التزامها وأدبها بالطاعة لله وطاعة زوجها، حتى ينزل الله عز وجل علينا النصر الذي يتمناه كل مسلم، يتمناه كل مسلم، لكنها إيمان ومع الإيمان أمر آخر، أنها لم تجلس وحيدة بعدما تركها زوجها وترك معها بعضا من الماء وبعضا من التمر، يوم يومين شهر شهرين سنة يخلص ويخلص وتصلي وحدها. ماذا تفعل؟ تحركت. فقه التوكل على الله، التوكل على الله هو يقين في القلب بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن مش لوحده كده، الله لا يرزق الثكالى اللي قاعدين في بيوتهم، الله بيرزق المتحركين. لما سئل عمر ما الرزق؟ قال الرزق رزقان، رزق يأتيك بلا أسباب، واحد قريبه يموت، واحد ماشي في شارع لقى فلوس، واحد عزمك أكلك حاجة، واحد جاب لك هدية بدون أسباب، اسمه رزق بدون أسباب. إنما 99% من الأمور الأخرى مبنية على الأخذ بالأسباب، على السعي والعمل. لما فرغ طعامها وشرابها اشتد بكاء وليدها، فسعت الأم بين الصفا والمروة، قامت تاخذ بالأسباب، بدأوا بالحجارة ثم بالعصي ثم بالأسلحة البيضاء ثم الآن بالصواريخ وبالطيارات بدون طيار، والله أعلم من اللي جاي. مش كده ولا إيه؟ الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب، لأنها المنطقة الوحيدة المحررة في أرض الله، الوحيدة المحررة في أرض الله. الباقي كله عبيد، كله عبيد لبعضهم البعض، إنما المنطقة الوحيدة المحررة في أرض الله هذه الأرض. فالناس عملوا أخذوا بالأسباب مع التوكل على الله، فسعت بين الصفا والمروة ذهابا وإيابا، تطلع فوق الجبل وتنظر علها ترى في حر شديد، علها ترى أحد من الناس، لم ترى. سبع مرات متوكلة على الله، يقين في القلب، ثم أخذ بالأسباب. أخذ بالأسباب واجب عليك هنا، كل مسلم في هذه البلاد. تدرس إيه؟ لازم تكون الناجح الأول. بتشتغل في إيه؟ لازم تكون رقم واحد في هذا العمل، بتكونش آخر واحد. مشكلة المسلمين هنا إيه؟ أولاد المسلمين عمال يتنطط زي العصفور على كل غصن، يقول لك أصل أنا مش عارف أتخصص في إيه، أنا هدخل الطب يدرس له سنتين يسيبها، أصل أنا عايز أدخل التجارة وأدرس في البيزنس ياخد لها سنتين، أصل أنا كنت عايز أشتغل في التمريض ياخد له سنتين، أصل أنا كنت عايز أشتغل في الكمبيوتر ياخد له سنتين، ويبقوا 70 سنة وشايب ولسه مش عارف عايز يتخصص في إيه. ده إيه ده يا أخويا؟ إيه المشكلة؟ الخلل فين؟ الخلل فين عند الشباب دول؟ عند آبائهم وأمهاتهم ولا عندهم وحدهم ولا عند المجتمع؟ في خلل، في خلل. إنما التخصص لابد أن يكون واضحاً عشان تنتج. يبقى توكل مع الأخذ بالأسباب مع وضوح الهدف والرؤية والسعي إليها، تصل إليها، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. تعبت المرأة ذهاباً وإياباً سبع مرات، فأرسل الله الملاك جبريل وضرب تحت أقدام إسماعيل عليه السلام بريشة من جناحه، فبض الماء ماء زمزم، طلعت ماء زمزم، طلعت ماء زمزم. ليه؟ لأنها أخذت بالأسباب. طب ما أنتوا شفتوا في الأنفاق، مش شفتوا تامر مسحار في الأنفاق؟ الجماعة 23 اللي اتحبسوا في النفق
اتحبسوا كلهم في النفق وتاهوا في الانفاق. اخواننا في غزه مش عارفين يروحوا فين. بعت واحد بعد دقائق رجع في مهمه بعد دقائق رجع قال لهم ايه؟ قال لهم الله عز وجل اخرج لنا عين ماء من تحت الارض عشان يشربوا منها ولا يموتون. ربنا سبحانه وتعالى ابقاهم على قيد الحياه. انه الله رب العالمين. من يحسن التوكل على الله مع الاخذ بالاسباب لا يضيعه الله. نبع الماء فجاء الامر الثالث. فقه الاقتصاد في المعيشه. عملت ايه هي؟ قعدت تلم الرمال وتقول زمي زمي عشان كده سمت ايه؟ زمزم. زمي زمي لو تركتها كان ممكن الميه تعمل بحيره كبيره في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن شاء الله ان تفعل ذلك. زمي زمي وبدات تشرب. والماء ليه اللي نبع الماء؟ لان الماء هو اصل الحياه. وجعلنا من الماء كل شيء حي. عندها ميه هتشرب هتزرع هتربي اغنام لما يجي لها حد. كل هذه الامور لما ربنا رزقها بئر الماء ماذا فعل؟ قوه اقتصاديه كبيره جدا في ذلك الزمن زي قوه البترول. فجم جماعه معديين عليها جماعه جرهم وكانوا اناس عندهم اخلاق، ما كانوش بيكذبوا باسم الديمقراطيه ولا حاجه ولا حقوق الانسان ولا نشر الديمقراطيه والكلام الفاضي اللي بيحكوه للناس ده، لا 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 لا. انما استاذنوها، هل تسمح لنا ان نجلس في هذه القريه؟ اسمح لكم، لكن في شروط. في شروط. هذا الماء ملكي انا. البئر نفسه ملكي انا. انما لكم حق الانتفاع فيه تشربوا. الناس شركاء في الماء والكلاء والعشب. والنار، الكلاء اللي هو العشب والنار. شركاء في ثلاثه. اشربوا منه، لكن البئر بتاعي انا. عملت ايه؟ استطاعت ان تدير مشروع الاقتصادي هذا في هذا الوقت ووافقوا على ذلك. لم تعطي حق الانتفاع 99 سنه، لم ترسل البوارج والطيارات الاوروبيه والامريكيه لسرقه البترول بحجه نصر الديمقراطيه في بلادنا. لا 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 لا، ما فعلت ذلك. انما استطاعت ان تقتصد وان تستثمر اصبح من بعد ذلك قريه كانت فيها مهابة عظيمة مسموعة الكلم لها شأن عظيم في وسط قومها. الاقتصاد عصب الحياة. المسلمين وخاصة مسجد الأنصار مشهور إن هم أصحاب الإيه؟ أصحاب البيزنس الصغير. وأصحاب البيزنس الصغير أول ما بتحصل مصيبة بيخسروا كل حاجة إيه رأيكم تقترحوا على نفسكم اقتراح كده؟ خدوا مني يعني. اقترح على نفسك الاقتراح كده، شوف أنت بتحب مين؟ وبتثق في مين؟ واكتبوا بينك وبين اخوك انت واثنين ثلاثه، كل اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته عشره مع بعض، ويعملوا مشروع واحد كبير يدر عليهم بالخير لهم كلهم. جرب تعمل الموضوع ده وشوف انك واكتب كل حاجه ولا تترك شيئا للشيطان. لان الشركاء يبدا الشيطان يدخل يوسوس بينهم عشان يخرب عليهم. طب ما تجرب تعمل الموضوع ده. جرب اعمله وشوف ايه النتيجه اللي هتحصل لك. على مستوى اي امر من الامور. النتيجة هتتغير، هيكون عندك عمل حلال، هيكون لك قوة مادية، هيكون لك قوة تأثيرية سياسية في المكان الذي تعيش فيه، هيكون عندك القدرة كمان لبناء مؤسسات فاعلة في البلد التي أنت فيها، مش تفيدهم بس، وتفيد نفسك، وتفيد نسلك وذريتك إنهم أقاموا في هذه البلاد، ده أمر مهم جدا، كيف تدير حياتك المعيشية وتحافظ على اقتصادياتك، ده أمر مهم جدا. وما تقولش الشيخ بيقول شرقه بعده وخلاص، لا 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 لا، اكتب وفق القانون ووفق الشريعه. كل كلمه كل شارده وارده وفق الاسلام ووفق القانون عشان ما تتركش باب للشيطان يدخل فيما بينك وبين ايه؟ وبين اخوانك او بينك وبين اخيك. يبقى عندنا مشاريع اقتصاديه قويه الناس يحبوا يدخلوا المنطقه العربيه، يدخلوا عندنا. هذه بلاد هؤلاء الناس اصحاب بيزنس. يا اخويا تقول لك تكلم واحد اي عاقل عربي يقول لك ده الكوريين دول مفيش احسن منهم. روح كده في لوس انجلوس عشان تشتري من عندهم الحرمه تلاقيهم اي واحد منهم يجي ينموله من كل واحد 50,000 ويفتحوا له محل بمليون دولار. وبعدين ما بيردش الفلوس، انما لو في واحد جديد هو عليه يدفع كام؟ 50,000 عشان ايه؟ عشان ينتظموا كلهم يكونوا ذو ايه؟ ذو قوه ماديه. طب روح كده في اي مكان الدي ام في ولا الاماكن اللي هي الحكوميه هتجد
حوالي 30 أو 40% الأورينتال دول. فين العرب بقى؟ أين المسلمين؟ فين هم؟ فين؟ نفسه يعيش هنا ونفسه يرجع بلاده؟ ما أنتش هترجع ومش هتعرف تعيش. ما تحزم أمرك. احزم أمرك. احزم أمرك. وخلي فيه قوة اقتصادية تستطيع أن تتحرك بها. عندنا مشكلة كبيرة جدا. بيجي لنا شباب من كل مكان في أراضي النزاع في سوريا وفلسطين وفي مصر وفي كل مكان، مثل الهربانين دول، وجايين للبلاد دي. عايزين يشتغلوا وعايزين يعيشوا وعايزين بيوت وعايزين مستقبل لهم ولأولادهم. نعمل معاهم ايه؟ بنتصل في اخ الله يكرمه يشغله، الاخ الثاني والله ما عندي الشغل، والله الاخ الثالث ما عندي الشغل، طب يعمل ايه؟ مش عارفين نعمل له ايه؟ مش عارفين نوفر له حياته ازاي؟ كيف تستوعب المهاجرين كما استوعب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين من مكه الى المدينه؟ لما يكون عندك حصيله اقتصاديه قويه وفي صندوق كده لكفاله المهاجرين، هو ده اللي انا افهمه في الاسلام. هو ده الاسلام اللي انا بفهمه، مش اسلام الخطب والصلاه والسلام عليكم. هو ده الاسلام الفاعل. الاسلام الفاعل يكون كل مجموعه اقتصاديه كده قويه، ها، بيعملوا 10 شراكه 5 شراكه ومعاهم ايه؟ سادس هو الله رب العالمين. يطلعوا ربح ليه؟ والربح ده يكون لمين؟ لاستيعاب المهاجرين واصحاب الاحتياجات واصحاب الاحتياجات ونصره لاخوانهم اللي عايزين يعلموا اولادهم. نحل مشاكلنا يا اخي. نحل مشاكلنا. نحل مشاكل النوم بتاع الدراسه بتاع الربا هذا. نحله. نحل مشاكل شراء البيوت. نحل هذه الامور. هتحلوها امتى؟ وتفكروا فيها امتى؟ انت صاحب القرار. انت صاحب القرار. اعمل زي هاجر. دير حياتك الاداره السليمه عشان يتحقق لك قوه في المكان اللي انت فيه. انت مش جاي مكه صفر على الشمال جاي ومط وخلاص. ده ايه العيشه دي؟ هذه ليست عيشه، انما انت جاي تؤثر في المكان اللي انت فيه، تترك بصمه خير فيه. ولن يتحقق ذلك بايدك لوحدك، انت لوحدك فرد. يتحقق بجمع معك. مالك مع مال اخيك؟ مالك مع مال اخوك مع افكارك المنيره؟ يتحقق هذه الامور. مطلوب الثقه. مطلوب الثقه الحقيقيه. ومطلوب دعم الثقه بالاوراق الكتابيه. بالاوراق الكتابيه. عشان يتحقق لمجتمعنا، مش نظر لي كده ساكنين في شبرا، يقول لك كلهم فقراء وكلهم غلابه وكلهم محتاجين. طب وبعدين؟ انت جاي امريكا تعمل ايه؟ جاي امريكا تعمل ايه؟ جاي تستوطنها؟ هتعيش زيهم على الولفير؟ هتعيش زيهم على الولفير؟ انت جاي تتحرك، جاي تضيف للمجتمع. جاي تضيف للمجتمع، ده المسلم اللي اعرفه. ده المسلم اللي اعرفه. بيسعى جاهدا وبعدين بيستطيع ان يدير حياته الاداره الصحيحه من اجل مستقبل قوي. اذا كنت انا ضعيف اليوم مش عايز ابني يكون ضعيف زيي. اذا كنت انا ما عنديش اموال اليوم مش عايز ابني على نفس المنوال. اذا كنت انا مش قادر اوسع المسجد اليوم مش عايز ابني يكون زيي. احنا عايزين الامر مختلف. عايزين المستقبل ده نحط النواه بتاعته من الان وبكره ربنا يحولها. وهو ربنا قضى كده. بيدي واحد فلوس وما عندوش ايه؟ ما عندوش اداره كويسه للبزنس، وبيدي واحد ايه؟ عقل واداره جيده جدا للبزنس، وما عندوش اموال عشان يحصل التزاوج. يحصل التزاوج، قال لكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، حركوا حركوا، شوف اللي انت بتثق فيه، انت بتثق في مين واعمل. يكون لك اثر في المكان الذي انت فيه. كذلك كانت هذه المرأة العظيمة هاجر رضي الله عنها مميزة بأمر آخر، وهو حسن تربيتها لأبنائها، لابنها إسماعيل الذي أخرج الله منه خير أمة، لأن من نسل طلع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم ضرب مثالين في كيفية تربية هذه المرأة العظيمة لابنها إسماعيل. المثال الأول، يوم أن ذهب أبوه ليذبحه ماذا قال له؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بيقولوا إني أرى في المنام. بربك لو أبوك جالك وقال لك أنا فكرت تفكير جاي كده وعايز أديك على وشك مثلا بالقلم، مش يذبحك ولا حاجة، هتقول له إيه؟ هذا التصرف مش كده ولا إيه؟ ده إحنا عندنا ناس مرضى لما يجي يتكلم على أبوه، يا اخي ربنا عزوني، ده انا كنت لما اجي اتكلم كان يكرشني في البيت وكان يضربني. يا عم هو خلاك راجل الا ابوك؟ هو خلاك راجل وتقدر تحمل المسؤوليه الا ابوك وتربيته ليك؟ عمال تخلط الاوراق ليه؟ تخلطها ليه؟ انما هو بيقول له اني ارى في المنام، قال له افعل
ستجدني إن شاء الله من. طيب عمره كم سنة اللي بيتكلم ده؟ فلما بلغ معه الايه؟ السعي، يعني كم سنة؟ 8 سنين 9 سنين يعني. 12 سنة على أقدر على أكثر تقدير. 12 سنة وبيقول هذا الكلام، يبقى المرأة دي أحسنت التربية. أحسنت التربية. الأمهات العظيمة بيكون نسلهم عظيم. أنا وأنت الرجال بيوصل المفاهيم للزوج لكن مشغول طول النهار في العمل. إنما المرأة بتكون المحضن الأساس للأبناء. اقرأ عن أي واحد من علماء المسلمين، شوف الإمام مالك مثلا. الإمام مالك كانت أمه بتلبسه عنده 5 سنين تلبسه العمامة وتنجد له البنطلون عشان يروح يقعد على بيت الإمام نافع، عشان لما يطلع الإمام نافع يمشي وراه ويسأله في مسائل الدين والشرع. 5 سنين لما دخل الكتاب، لما دخل عند الإمام ربيع الرأي، كان ليه أخ اسمه النضر عنده 17 سنة، فكان الناس يسألوا يقولوا من هذا الصغير اللي لابس عمامة ده؟ كان شكله جميل، ربنا مجمل خلقته، وأمه عاملة له عمامة وملبسها كده هيئة الإيه؟ الناس اللي عندهم إيه؟ عندهم قيمة كده. فالناس يسألوا من هذا الصغير؟ يقولوا أخو النضر، أخو الإيه؟ النضر اللي عنده 17 سنة. بعد 5 سنين بقى يسألوا يقولوا من هذا؟ يقولوا أخو الإمام مالك. مالك مالك ده أخو مالك. أم تحسن التربية. الشافعي أم، أبو حنيفة أم، ابن حنبل اقرأوا هذه الأمور. الأم ربته أعظم تربية، فقال له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أنا لن أعصي لك أمرا، لن أخالفك في أمر لله أبدا أبدا، مش كده وبس. ويوم أن جاءت الهمة لبناء دار العبادة قبلة المسلمين ورفعها، رغم أنه كان صغيرا لكن القرآن ما تكلم عن ذلك إلا بصيغة المضارعة، أي أنه دائما أهل الخير والصلاح، لا يفعل الخير وحده إنما مع ذريته. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، الاثنين ربنا تقبل منه. فرق في الكلام بينهم، لأن البني إبراهيم والمناول مين؟ إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا أمة مسلمة لك، ربنا واجعلنا أمة مسلمة لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نفسية المسلم، نفسية المسلم. من الذي علمه هذه الطاعة؟ من الذي عظم الأب في عيني ابنه؟ الأم. الأم إحنا كلنا بنشتكي عيالنا ما لهمش انتماء لينا، صح ولا مش صح؟ ولا أنا بقول كلام في الأحلام؟ ما لهمش انتماء لينا، انتماء للبلد اللي هم عايشين فيها. طب وانت كنت فين؟ وامه كانت فين؟ الانتماء يا اخي بيزرع في القلوب بطاعة الله، بيعرف ان بر الوالدين هو الحق الثاني بعد طاعة الله رب العباد سبحانه وتعالى. هذه امور مجمل صفات الام الصالحة التي يعاونها رجل صالح لاخراج نشء يكون على يديه الخير في الدنيا، ومن ثم يرضى الله سبحانه وتعالى فيكون من اهل الجنة باذن الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم على ذلك، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعو الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وعلى من صار على نهجه واتبع هداه، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. قبل أن ندعو، أصل نصر ربنا في غزة ده النصر المبدئي. قصة الصراع بين الحق والباطل لحد يوم القيامة ما بتخلصش جولة، لا لا لا، جولات متعددة. ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك في القرآن، جولات لا تنتهي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. فدائما نحن حذرين، حذرين من فتنة الشيطان أو فتنة الركون إلى الدنيا أو فتنة
الأنس بالواقع الذي نعيش فيه. نحن نريد الكمال من عند الله سبحانه وتعالى، نريد رضا الله سبحانه وتعالى. لن يتحقق هذا إلا بانتصارنا لله في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أولادنا وفي ذرارينا حتى يحقق نصر الله القريب، اللهم أمين. كذلك في أخ اسمه حسين حباشة، عندكم أخ ثاني اسمه صوني فهيم، مرضى سندعو الله لهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم اشفيهم واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أقم الدين في قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم أقم الدين في قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم أقم الدين في قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اجعل سبب عزتنا فهمنا لديننا والتزامنا به يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بقوتك راية الحق والدين، وأنزل نصرك الذي وعدت يا رب العالمين. اللهم أنزل نصرك الذي وعدت يا رب العالمين. اللهم أنزل نصرك الذي وعدت يا رب العالمين. اللهم آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.